الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، ولدي، بنتي، انت دابا إذا كنت وصلتي للتاسعة يعني التالتة إعدادي، دابا الآن غادي يكون عليك التوجيه. هاد المسألة كتهمك أنت، أنت وحدك، أنت كتجلس، خاصك تجلس وتخمم مزيان وتقرر أنت تشوف أشنو هي الجهة اللي تقدر تمشي فيها وأنت مرتاح. طب الحال بمساعدة الآباء، حتى هما يقولوا الرأي ديالهم، ما يفرضوش على وليداتهم، يقولوا الرأي ديالهم ويحاولوا ياخذوا معلومات من عند الناس اللي سابقينهم والناس اللي عندهم معرفة، الأساتذة والناس كذلك الموجهين. راه الموجهين تاهما غادي يجوا عندكم وغادي يشرحوا لكم، والأساتذة ديالكم تاهما الله يجازيهم بخير غادي يشرحوا لكم هادشي، والآباء ديالكم والأخوة ديالكم وعمامكم اللي عندهم وليداتهم قراو واللي سبقوكم في الإخوان ديالكم ولا في العائلة ديالكم اللي قراو واللي خدوا الدبلومات ديالهم والشواهد العليا، حتى هما غادي يساعدوكم وغادي يقولوا لكم أشنو ديروا. وهذاك علمي ولا أدبي بناء على فين كتخدم أنت مزيان، واش كتخدم الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض مزيان، ولا كتخدم مزيان في العربية والفرنسية والإنجليزية. واخا الفرنسية والإنجليزية راه تحتاجهم في كل شيء هنا وهنا، اللغة ضرورية من اللغة، الله يرضي عليكم اللغة ركزوا عليها، الفرنسية والإنجليزية الآباء، حيت واحد القضية الرياضيات والعلوم الحياة والأرض والفيزياء تقدر تخدمهم في أي وقت، واخا تكون ضعيف فيهم تقدر تاخذ شهر شهر مزيان ديال الدعم ولا ديال المساعدة من شي واحد وتشدهم في هذاك الشهر، تشدهم. اللي ما كيتشدوش في شهر أو في شهرين أو في ثلاثة هما اللغات. من بعد اللي بغيت نقول أنا مزيان فاش غدير علمي راه غتمشي جدع مشترك. هذاك جدع مشترك هو السينكيام، هي اللي من وراء ثالثة إعدادي، كنسميوها حنا السينكيام وكتسمى هي جدع مشترك. سموها جدع مشترك لأن فيها جدوعة، فيها بحال الشجرة، فيها جدوعة، فيها أدبي، فيها علوم تجريبية، فيها علوم تجريبية، فيها علوم فيزيائية، من وراها علوم فيزيائية، علوم رياضية، فيها التعليم الأصيل، من وراء هذيك جدع مشترك. حتى هي فاش غتطلع السيزيام غادي توجه واش بغيتي علوم رياضية ولا علوم تجريبية ولا علوم فيزيائية ولا تقني شوف انت شنو دير. إلا كنتي علمي ولا كنتي أدبي غندير التعليم الأصيل ولا غندير شي حاجة أخرى. من بعد إن شاء الله تعالى فاش غتوصل لباك أنا غنقول لكم هذا الشيء باش تفهموا من دابا، الآباء ولا الأمهات يعرفوا من دابا فاش غتوصل لباك غادي من ورا الباك غادي تدخل إما الجامعة ولا المدارس العليا. هنا بغيت نشرح لكم هاد القضية هادي ونوصل لكم هاد القضية. في الأدبي إلا درتي أدبي من ورا الباك عندك غير الجامعة على الكلية، كتمشي دير إما اللغة العربية ولا اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية ولا الإجتماعيات ولا الدراسات الإسلامية ولا هادشي اللي عندك، ولا القانون كاين القانون العام والقانون الخاص وكاين القانون بالفرنسية والقانون العربي. هاد المسائل هي اللي عندك في الجامعة. إلا كنتي أدبي من ورا الباك عندك غير الجامعة الكلية، والجامعة فيها القراية ماشي بحال القراية ديال المدارس العلمية. مثلا مشيتي المدرسة العليا للتكنولوجيا ولا مشيتي لمدرسة المهندسين ولا مشيتي للمدرسة المحمدية ولا كدا، راه كتقرا بالانضباط، كتقرا بحال لا في العسكر، الانضباط بزمنك كتقرا وكتجيب نقط عالية وكتخرج مهندس. وفي العلمي كاين بزاف الفرص ديال العمل وديال التوظيف، نتفاهموا على هاد القضية هادي ما نقولوش لكم شي حاجة أخرى، كاين بزاف الفرص ديال العمل وديال التوظيف. أدبي
الفرص ديالها محدوده. داكشي اللي يفهموا الاباء من الان فين يعاونوا ولادهم ويساعدوا ولادهم بالاستشاره مع الاساتذه مع الموجهين مع الناس اللي سابقينهم مع الناس اللي مثلا خدامين مهندسين ولا اطباء ولا اللي كتعرفوا المعارف ديالكم الجيران ديالكم الاصدقاء ديالكم العائله ديالكم الناس اللي خدوا الدبلومات وخدوا الشواهد تشاوروا معهم باش توجهوا وليداتكم التوجيه الصحيح. علمي فيها بزاف الفرص وكاين بزاف المدارس وخاصكم تعرفوا هاد المدارس وتقلبوا عليهم راه كاينه بزاف 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 المدارس في العلمي في العلمي وعندها افاق وفيها الخدمه وفيها الوظيفه في علمي مدارس كتقرا فيها كتاخذ الدبلوم ديالك كتلقى الخدمه ديالك وكتلقى الوظيفه ديالك. دابا حنا وصلنا فاش كنقولوا المدارس يعني خاص القرايه خاص الدنيا القرايه خاصك الا بغيتي تكون مهندس ولا طبيب ولا جندي ولا غير ولا استاذ ولا محامي ولا قاضي ولا اللي بغيتي خاصك القرايه وخاصك تثق في راسك. حتى واحد ما يقول لك انت مكلخ وحتى واحد ما يقول لك انت عيان خاصك تثق في راسك خاصك تقرا خاصك تثق في راسك ما تسمعش شي واحد يقول لك انت مكلخ وخاصك تقرا واخا مثلا جيتي ضعيف شي مره ولا شي دوره دوزتي ضعيف ولا حتى شي سنه دو شي عام دوزتي ضعيف معليش ثق في راسك وعاود قرا مزيان وما تصاحبش مع العيالين ما تصاحبش مع دوك اللي غيقولوا لك القرايه ما فيها والو غيكذبوا عليك. اللي كيقرا مزيان واللي كيجيب نقاط مزيانه كيخدم خدمه مزيانه وكتبرع مع راسو راه هما اللي دايرين مهندسين واطباء وقدات ومحامون واساتذه. اللي قرا مزيان كيوصل وكيخدم خدمه مزيانه وكيتبرع مع راسو كيتخلص فرصه مزيانه وكيتبرع مع راسو. اذا ما تخليش شي واحد ما تصاحبش مع دوك اللي غادي غير يعجزوك. صاحب مع الدراري وانتيا تصاحبي مع الدريات اللي باغيين يقراو واللي غادي يشجعوك على القرايه باش توصلي لداكشي اللي بغيتي واللي بغاو لك والديك واللي بغاو لك حبابك واللي بغاو لك اللي عزاز عليك واللي انت عزيز عليهم ولا انت عزيز عليهم. اذا خصك تقرا وتقرا الا بغيتي هذوك بغيتي هذوك الوظائف المزيانه خصك تقرا باش تجي من الاولين. علاش؟ لان ما كاينش غير انت راه كاين بزاف. انت بغيتي مثلا تكون استاذ راه كاين الاف اللي باغيين يكونوا استاذ وكلهم كيجريو بحال كلكم كتجريو باش توصلوا لديك البلاصه. يعني الا كانت الف كتجري باش توصل لديك البلاصه راه شكون راه اللي غيوصل الاول هو اللي غيديها والثاني والثالث. انا جبت لكم جوج ديال الدروس ملخصين بطريقه جد انا جبت لكم جوج ديال الدروس ملخصين بطريقه جد انا جبت لكم جوج ديال الدروس ملخصين بطريقه جد مبت انا جبت لكم جوج ديال الدروس ملخصين بطريقه جد مبت انا جبت لكم جوج ديال الدروس ملخصين بطريقه جد مبسطه انا جبت لكم جوج ديال الدروس ملخصين بطريقه جد مبت عاليه ولا في الامن ولا